أمس نوهت وقلت خلوا عينكم على أسنان، لأن هذا الشيء يسوى والله العظيم من كل قلبي طالعة يسوى. ليش؟ بقول لكم شغلة، إحنا كبنات نحب الميك اب، فما بالكم لو كان الميك اب طبي، يعني بخواص طبية، ما في بارابين، حتى الكحلة والآيلاينر مينرال، إنزين الروجات تكون فيها هيرونيك، فيها بيبتايدز وفيها فيتامين إي. يا جماعة شيء خطير. أنا ترى على فكرة هذا البوكس ناطرته من زمان، ما سووه طول السنة فلاي اب، والله طول السنة ما صار هالبوكس. اللي متابع من قبل يدري انه ما صار هذا البوكس، مع اني استخدم كل قطع فيه وكنت اتمنى انه يسوونه. فالحمد لله الحين سووه ومو بنصف السعر. ليش دكتور؟ قلت شوفوا، مو بس لانه حلو وخاصة حلوة، وانا راح استخدم الحين، راح اراويكم عقب ما احط تغطية حتى من عندهم شلون راح استخدم هذا البوكس. كل قطع فيه راح تستخدمينها، وكل يوم يعني تقدرين تستخدمينها ولا تحاتين بشرتك، لانه مو بنصف السعر، لا 60% اقل من نصف السعر على 9 قطع من الميك اب. اقل من نصف السعر يعني يمكن خلا اقول لكم عشان تتصورون، وهو 9 قطع. ها تحدد، وانا الفرشه هذه اللي تسالوني شنو تحطيني فاونديشن فيه، هذه الفرشه هذه زين. اقل من نصف السعر، يعني تخيلوا انا البلت هذا اللي الكل يسالني على البلشر والاضاءه والكونتور اللي احط، انا باودري يعني زين، وكذلك طبي يعني تخيلوا، والبودرة الشفافة أحلى من أحلى براندات عالمية. البودرة الشفافة اللي تنهين فيها الفينيشينج على قولتهم، اللي عقب التغطية بي بي ولا سي سي ولا فونديشن، دائما تستخدم البودرة الشفافة هذه، روعة. يعني أنا بالنسبة لي سعر هالقطعتين هم سعر البوكس، ولكن في 9 قطع ولا أروع. آيلاينر، قلم حواجب البني اللي أرسم فيه حواجبي، الآيلاينر، الكحلة، وكلها مينرال وروعة. تعالوا نشوف. أول شيء بحط لكم شنو اللي أنا دائماً أغطي فيه صباحياً واللي يخلي بشرتي منورة، البرايمر الوردي من عنده والمصحح، عجيبين مع بعض. الحين البنات اللي يقولون الدكتور أنا بعرض على البودرة الشفافة، البالت هذا خطير، هذا اللي في 3 ألوان رئيسية حق كل مكان، تحطينه معاك بالجنطة بتسافرين، كله في الكونتور وفي البودرة وفي الإضاءة، وطبي وعجيب، وتقدرين تستخدمينه يومي ما يأذي البشرة. فذا اللي كانوا ناطرين هالقطعتين يصير عليهم عروض، لا تفضلوا راح تاخذون بوكس فيه هالقطعتين مع 7 قطع كذلك، رهيبه. وكم شلون راح استخدم هذا البوكس اللي فيه الخطوات الاخيره هذه الحلوه اللي قبل لا نطلع من البيت؟ انا راح احط البرايمر على كل بشرتي عقب ما غسلت ورطبت، وراح احط نقطه من المصحح افردها على كامل الوجه تخفي العيوب. وصدقوني انا هذا بالنسبه لي من اقوى الاشياء اللي عندهم حق التغطيه. عندهم كذلك الفاونديشن، الفاونديشن هذا يعني طبعا حق تغطيات مو صباحيه، انا احب مثلا يكون عندي تغطيه يوم طويل، عندي ميتينجز، عندي ابي يوم كامل، عندي تسجيل وكذي، احط الفاونديشن مالهم. على فكره بالهارونيك اسيد وفيتامين اي ولا اروع، البراند كله خطير، كله خطير، انا مسؤول عن كلامي، كله خطير. الميك اب عندهم يمكن مهضوم حقه، ما حد قاعد يعطي كذي حقه، ولكن انا كل القطع عندي اللي استخدمها أساسية موجودة برف الميك اب من عندهم. بعد غسل الوجه ونحط مرطب ونحط حماية، البرايمر طبعا اختياره شيء أساسي. أنا البرايمر عندهم وايد أنواع، بس إذا أبي بشرتي شيء ما أبي تغطية وايد فول كفر، أحرص إن أحط برايمر يعطي إضاءة. عرفتوا بشرة البيبي اللي تعطي انعكاسات كذي إضاءة، هذا وردي، البرايمر الوردي سألوا عنه. أنا أحط منه نقطة بس كذي وأفرد على كامل الوجه، تالي أحط المصحح مالهم. فضيع، فهمت قصدي؟ يعطي إضاءة، يعطي انعكاس، والبشرة تصير مثل مخملية، شيء كأنك قاعد تلمسين شيء مخمل، عجيبة. طبعاً راح أخذ من المصحح، وفي منه أرقام بنات، إنزين كل واحدة تستخدم الرقم المصحح الناسب بشرتها. أنا دائماً فواتح 10 أول شيء، أوكي؟ راح أخذ منه هذه فرشة فلاي أب، شوف هذه فرشتي حتى. يعني واصلني البوكس يعني باكج اللي شو اسمه عليه العرض. شوفوا هذه فرشتي فظيعه فظيعه فظيعه، شيء خطير. اوكي راح افردها على كامل الوجه المصحح، راح يغطي العيوب، يعطيني تغطيه وايد حلوه الصبح، شوفوا حتى تحت عيني. اوكي طبعا بعد ما حطينا البرايمر، البرايمر اللي يسوي الشغل كله هذا، اللي اضاءه منور، موجودة من ضمن البوكس. أصلاً البوكس فيه أحلى بودرة وأحلى باليت مال كونتور وإضاءة، وهذا هذا راح تطلع بعد معاه، عجيبة عجيبة.
وصلنا حق اقوى باليت من فلاير، اللي هو باليت اهم ثلاث احتياجات اللي احنا نخلص فيها اللوك. اي لوك، شوفوا طبعا بخواص طبيه ما في ولا مواد ضاره. شوفوا الالوان الاساسيه، هذا انا استخدمه ككونتور عقب ما احط تغطيتي، انا ما استخدم كونتور كريمي. هذه الاضاءه عندهم خطيره كل الوان البشره، وهذا البلاشر. الحين راح ابتدي شويه بال، وعلى فكره تقدرون تستخدمونهم كاي شادو. اوكي، راح احط من كونتور بودري. شايفين شلون اعطاني لوك خطير خطير، بيجمنتد عدل، يعني شايفين تاتش بسيط فظيع بنات. هذا راح ينحفر من كثر ما راح تستخدمونه. اوكي، بعدها راح احط شويه بلاشر وردي، انا كذي احب احطه بس هني عشان تبرز الخدود. اوكي، شايفين جماله ينن. بعدها بالباليت نفسه تي شو اسمه فرشتين شي صغار، انا احب احط فيهم الاضاءه. شايفين على الخشم شويه، ابي فظيعه فظيعه. تقدرون تستخدمونها كاي شادو بعد. اوكي، بس انا اليوم بسوي لوك كذي ناعم بسيط، بحرص على الكحله وشويه الاينر. شايفين، تقدرون تستخدمون الفرشه اللي تبونها، بس شنو اهم ثلاث اشياء هذيله. انا بالنسبه لي اهم ثلاث اشياء، حتى لو حطينا مثلا بس بيبي وايد حلوه، راح تعطي شوفوا منظر شلون الوجه برز الخد. براويكم قلب الحواجب اللي استخدمها من عندهم، لونه درجه البني الحلوه اللي تمشي مع البشرات الفاتحه والغامجه. شايفينها درجه البني الحلو، شوفوا ترى المبرا بالمغطى. يعني انتوا اذا مثلا كنتوا برا وكذي، بدل لا تحطوا المبرا وما ادري شنو داخل الجنطه، لا يبري لك القلم وتقدرين ترسم فيه في دايركت. انا وايد احبه، ترى مجرد اني انا امشي على حواجبي كذي وارسم هني شويه كم شعره، انا ما احب هني يكون كثيفه وايد. ابوي شايفين ايش كثر جميل، شوفوني شايفين شلون عبالي فظيع فظيع فظيع. اوكي، الحين شنو بحط؟ الكحل، الكحل الاسود عندهم والبني فظيع. براويكم انا طريقه العين شلون اسويها عاده. جد يعني انا الحكم لكم، شلون لون الكحله؟ عجيبة. طبعا تقدرين تحطين بس كحلة داخل العين، انا بس قاعد اراويكم، انا ودي اراويكم الجهة الثانية الايلاينر. والله العظيم ما ادري ايش اقول، البوكس وايد حلو. يعني كل القطع احنا نستخدمها كبنات، يوم نحط ايلاينر يوم نحط كحلة، فظيع. خل اراويكم الايلاينر شلون، انا الايلاينر دام رسمت هذه هني براويكم الايلاينر شلون غامج. انا عندي شام هني كرزية شايفينها، احب احط عليها. انت تقولون شو تحطون عليها دكتورة قلم؟ لا، انا احط عليها ايلاينر فلاي اب. الايلاينر مالهم مو بس سواده غامج حيل، فرشته شوفوا جمال فرشته، شايفين جمال فرشته؟ فنقدر نتحكم بأي شيء حتى لما نرسمه. شايفينها؟ هذه شامتي هي كرزية، بس أنا هذا اللي استخدمه، هذه الحركة مالتي. شايفين؟ عرضتها شوية طبعا حق العين، ولا أسهل قلم قلم كذي صاير. شايفين فرشته؟ عجيب، سواده خطير، ميك ابهم كله حلو كله. وين وصلنا بالبوكس؟ شوفوا كل شيء راح تستخدمونه، كل شيء راح تستفيدون منه، وبسعر ولا اروع. يعني يمكن لو ندش اي مركز تجميل ناخذ باليت مثلا وناخذ بودره شفافه مع خل اقول قلم كحل، كم بيطلع؟ يمكن شيء 70 شيء 60 الاسعار. هذا كله يمكن شيء 40 دينار يا جماعه، تسع قطع تسع قطع. المهم وصلنا حق الروجات. طبعا انا الفرشه استخدمتها بس هذه عندي واحده منها فما فتحتها لان جديده متحسفه عليها، لان هذيك خلاص تعطيني عمر. الروجات عندهم بالهايرونيك اسيد بالبيبتايدز وفيتامين اي، الوانها خطيره. في لونين شتويين، الحين بستخدم لون شتوي عجيب، وفي لونين على صيفي شويه كذي او طلعات الصبح. انا بستخدم درجات شويه اغمج، وراح تكون بالبوكس لونين من الروج. هذا الروج اللي بستخدمه من عندهم، براويكم شلون طريقته تصير. تكبسين تطلع، شوفوا جمال اللون، الوانهم كلها حلوه.
عندهم اربع الوان ولا اروع. اوكي بالبوكس راح يكون في لونين، كلهم حلوين، كلهم حلوين. الحين راح اطبق هذا. جميل. خيال 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 اللون، وايد وايد. انا كبنت احب الميك اب، احب العكس اجرب واشتري، بس في اشياء انا ما احاتي لو استخدمها يوميا، مثل بودرتهم، مثل مصححهم، البرايمر مالهم. شنو برايمر ما في سيليكا؟ شنو برايمر ما في مواد ضاره؟ شنو برايمر يعني، شنو قلم كحل ما مينرال، شنو قلم رسم حواجب كذي بهالخواص وهالجمال جوده. فانا بالتالي وايد استانس صراحه، من متى ناطر هذا بوكس انه يسوون ميك اب كله؟ كم سووا عليه باكج؟ خل الناس تجرب بعدها باكر، حتى لو ما صار عليه عروض راح تاخذون، راح تقولون الدكتوره جنى قالت من البالت هذا اللي قاعد اقول لكم، الاضاءه وهذا البودره، كل شيء. شوفوا قلم الكحل، شوفوا عجيب. حتى روجاتهم خيال، روجاتهم بالهارونيك تعطي امتلاء، فيها فيتامين اي عجيبه، كل شيء عجيب. راح احط لكم العرض ما يتطوف صراحه، خذوه لان القطع كلها راح تستفيدون منها باذن الله، وايد حلوه. وحتى المثبت من عندهم، ايش رايكم؟ ريحه ورد، زهره الورد، مثبتي المفضل. شايفين مثبتي المفضل.